السلام عليكم، معكم اليوم حلقة جديدة من برنامجكم بصحة وراحة. إن شاء الله اليوم غادي نقدموا لازانيا بالحق بلمسة مغربية، وغنقدموا معها الفخاد ديال الدجاج أو الدبابيس بتاعت الفراخ بصوص الباربيكيو. خليكم معنا، هنروح فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم من الفاصل مع اللازانيا. بالحق غنضيفوا عليها شوية يعني حاجة مغربية أو لمسة مغربية. طيب، هنحتاج في اللازانيا بتاعتنا طبعا المكرونة أو المكرونة اللي هي اللي بنستخدمها في اللازانيا، وهنحتاج فيها طماطم من غير قشر، هنبشرها ناعم جدا، هنسيب فيها البذر بتاعها، جزر هنبشره برضو ناعم، لحمة مفرومة وجبنة. وبالنسبة للتوابل هنحتاج فيها بودرة ثوم، بودرة بصل، فلفل بابريكا أحمر اللي هو التحميرة، مرقة خضار، وكزبرة وبقدونس وزعتر، وهنا شوية توابل مجمعينهم توابل مغربية، حطينا عليهم طبعا قرفة، على جنزبيل، على هيل، على قرنفل، على يعني خلطة كده زي ما قلت لكم في حلقة هنعملها للتوابل خاصة بالتوابل لوحدها. طيب، وطبعا هنحتاج ملح وفلفل اسود. وبالنسبة للبشاميل اللي هنحطه فيها، هنحط كريمة، هنحتاج فيها كريمة ولبن ودقيق وجوز الطيب، وطبعا ملح وفلفل، اللي عايز فلفل يحط، لي مش عايز ما يحطش، بس أنا بحط فيها شوية فلفل اسود. وهعملها النهاردة بزيت، هنعمل البشاميل النهاردة بزيت اللي هو زيت نباتي مش زيت زيتون. طيب، هاخد دي عشان أنا هي سخنتها. هناخد الزيت اول حاجه، اول خطوه هنعملها نحط اللحمه بتاعتنا تتعصج او تشحر، نشحر اللحمه بتاعتنا. طيب، هنرمي فيها البصل، نحط البصل بتاعي. طيب، اول ما نحط البصل هاخد التوابل بتاعتي كلها، هرمي عليه اللحمة المفرومة، مش هستناه يتشوح، يعني مش هستناه يتشوح مني، يدوب أقلبه تقليبة بسيطة، وهننزل اللحمة المفرومة اللي عندي. طيب، احنا هنا أول ما بنحط البصل نبتدي نقلب في اللحمة، هنحط عليها التوابل بتاعتنا. هناخد الكزبرة والبقدونس، لازم تجربوا اللازانيا بالطريقة دي، بتبقى طعمها بصراحة هايل هايل هايل. طيب، هناخد هنا بودرة الثوم وبودرة البصل، ممكن المكعب بتاع المرقة ممكن تحطوه مع أي حاجة أنتوا عايزين، يعني سواء البشاميل أو ده، بس دايما خدوا بالكم أنه إحنا حاطين الخلطة كلها بتبقى في صينية واحدة أو في مون واحدة، فهنعمل حسابنا للملح ما يبقاش كتير قوي عشان ما نكترش في البشاميل ونكتر في اللحمة، فيبقى الموضوع معانا حادق جدا. طيب، هنخلطها، أنا هرمي هنا مش هرمي في البشاميل، بصراحة مش هرمي فيها المكعب، هرميها هنا. أنا حاطة هنا اتنين، طبعا المقادير بالظبط زي ما بقول لكم على طول، هنلاقي المقادير بالظبط محطوطة عندنا على الشاشة. طيب، هقلبها على النار تقليبة بسيطة، وهنضيف عليها التوابل بتاعتنا. عايزة أقول لكم فيها كزبرة ناشفة، فيها فلفل أسود، فيها حبة الهيل، فيها القرنفل، يعني فيها حاجات كتيرة قوي توابل متجمعة، فيها جوز الطيب، فيها بسيبيسة، يعني فيها حاجات كتير جدا، وبتدي نكهة للحمة. هي التوابل دي مخصوص للحمة أو اللحمة المفرومة أو الصواني اللي احنا بنحطها. طيب، هناخد الجزر بتاعنا، هناخد جزر مبشور، مبشور ناعم خالص، هحط، مش هحط طبعا كل الكمية دي، بس هاخد شوية كمان، انه الجزر بيديها تحس انها مسكرة شوية كده. ونقلب نفس الموضوع، نقلبها تقليبة برضو بسيطة، وبيدي المية بتاعته، يعني بينزل برضو الجزر، بينزل مية وبينزل السكر اللي فيه، بيديها طعم حلو قوي.
طيب احنا هنشوحها كده، هنشوح اللحمه بتاعتنا بالشكل ده، ونقوم واخدين الطماطم نحط الطماطم عليها، ما بنزودش صلصه خالص، بس هزود يعني شايفين الطماطم قد ايه، هزود عليها نص الكميه ميه، ميه ساقعه بقى ميه سخنه ما تفرقش، لانه كده كده انا هستناها تتسبك على مهلها فهتاخد راحتها في التسبيكه. طيب اخليها تتسبك بقى، يعني هتاخد مننا حوالي تلت ساعه 20 دقيقه، بس على نار عاليه، لان انا عايزه الصوص ما ينشفش قوي، بس يبقى يعتبر ناشف بس مش قوي. طيب حطينا دي كده، اول ما تبتدي تغلي معايا هاخد ايه، هاخد الزعتر. الزعتر بيبقى فريش، بيديها نكهه رائعه بصراحه، بيديها نكهه حلوه جدا. هنا انا المفروض، هتقولولي المفروض في ناس بتسلق المكرونه بتاعت اللازانيا، او المكرونه بتاعت اللازانيا بتسلقها نص سلقه او ربع سلقه على حسب. المكرونه النوعيه دي عندي رفيعه جدا فمش هينفع اسلقها، فهحطها، فهسيب انا هنا شويه صوص زياده هحطها عليها وهتستوي على طول معايا في الفرن. بس اهم حاجه ابقى مسويه اللحمه دي كويس جدا، وبرضو هتكمل سواها في الفرن معايا. طيب هنروح فاصل ونرجع على طول نكمل بقى البشاميل بتاعنا، ونكمل كمان الفراخ او الفخاد ديال الدجاج بصوص الباربيكيو. خليكم معانا، نروح فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم من الفاصل. عصقنا اللحمه بتاعتنا او شحرنا اللحمه ديالتنا، درناها تقلى زي ما انتم شايفين بيبقى شكلها كده. طبعا انا هسيبها عشان تنشف مني شويه. هنروح للبشاميل. طيب البشاميل في اللي بيحب يعملها بالزبده، وفي اللي بيحب يعملها بالسمنه، وفي اللي بيحب يعملها بالزيت. انا النهارده هعملها بالزيت عشان تبقى خفيفه. هناخد زيت عاديه هنحطها الاول تسخن مكان الزبده، وهنستعملها عادي، بس افضي. طيب خدنا الزيت بتاعنا، هناخد دقيق وهنحرك. هتلاقيه نحركه لحد ما ايه يبقى معانا ناشف. يعني بصوا بيبقى بالشكل ده، انا عايزاه يبقى ناشف، انا مش عايزاه يبقى طري، وما تخافيش انه هو مش هيكلكع خالص. لو عايزاه يتحمر هتسيبيه يتحمر معاكي، لو مش عايزاه ما تسيبيهوش. خليني اوطي على دي عشان تعتبر جهزت خلاص. طيب هناخد الكريمه بتاعتنا. الكريمه هحط اول حاجه بحطها انا هنا هي الكريمه، واحنا بنحط الكريمه بنقعد نحرك. سوري. هتبتدي تتقل معانا، هتبقى زي البوريه برضو مع الكريمه، بس بينفش الدقيق بتاعنا بينفش عشان ما ياخدش وقت معانا عقبال ما يتقل. طيب هسيبه على النار مفيش دقيقه من غير ما احركه ولا اي حاجه. كده زي ما انتم شايفين مش بيكلكع خالص معايا. اسيبه يبتدي يغلي، انضف انا حواليه الدنيا اللي انا وسخناها، ونتبله بجوز الطيب والملح والفلفل. لو بتفضلي فلفل غام يعني فلفل اسود حطيه، فلفل ابيض برضو اللي انت عايزاه يعني اللي انت تحبيه، بس انا هحط فلفل عادي. هنا هحط زي ما قلنا ناخد بالنا عشان الملح ما نكترش. هنا في مكعبين مرقه، هناخد الفلفل، بس اهم حاجه الفلفل الاسود ما تكتريش خالص عشان ما تغمقيش لون البشاميل او لون صلصه البشاميل. جوز الطيب، جوز الطيب من اهم الحاجات في البشاميل طبعا، بتديها نكهه رائعه يعني بصراحه بتديها نكهه قويه جدا. هنحركها بسيط
بالشكل ده ونخليها تغلي غلوة بسيطة. طيب وهي بتغلي الغلوة البسيطة هناخد الزعتر الفريش بتاعنا وعكس الاتجاه بتاع النبتة ولا الوردة اللي بتبقى طالعة في اللي هي الوردة دي بناخدها بعكس الاتجاه وننزلها هنا. ناخد الزعتر الفريش او لو مش عندك زعتر فريش ومش متاح انك تجيبي الزعتر الفريش هتجيبي الزعتر عادي الناشف وتعملي زي ما انتوا شايفين الصوص اهو تقل معانا واستوى بس لسه فيه نسبه ميه عشان تسوي لي المكرونه بتاعتي. هنا هعلي على البشاميل زي ما تحبوا لو انتوا عايزينها تقيله بتقلوها بالدقيق لو انتوا عايزينها خفيفه على حسب التقل والخفه بتاعه البشاميل انتوا اللي بتحددوها او احنا اللي بنحددها بالدقيق. طيب احضر انا احضر الليمون بتاعتي. طيب عندي البشاميل واللحمه بتاعتي والمكرونه بناخد اول راق او اول حاجه بنعملها باخد شويه بشاميل واقوم حطاها بسيط كده ونرصها نرص المكرونه بتاعتنا زي ما قلت لكم لو انتوا عندكم نوع اللي هي بتبقى تخينه لانه بيبقى فيها منها التخين والرفيع لو عندكم اللي هي اللازانيا اللي بتبقى تحسوا ان الورقه فيها تخينه بنحط عليها بنحطها تتسلق نص سلقه. طيب هنا انا عشان مش سلقاها فبنحط عليها اللحمه المفرومه عشان تنزل لي الصوص بتاعها وبعد كده هحط عليها البشاميل. طيب انا عايزه افرقها احنا عارفين ان الميه بتاعتها بتنزل ميه الجزر واللحمه المفرومه فهينزل معاكم ميه فهيسويها لكم عادي مش مهم انكم تسلقوها ده في حالة لو هي الورقة رفيعة. عايزة أقولكم بالطريقة دي اللازانيا بتبقى حلوة جدا بيبقى طعمها حلو بتخش الفرن بتاخد لها تقريبا في حدود يعني هي اللحمة بتاعتنا مستوية بنستنى بس تاخد لها نص ساعة كمان في الفرن وبتبقى حلوة أول ما يبقى لون الجبنة من فوق اللي احنا هنحطه دلوقتي يبقى تحسوه أحمر خلاص يبقى كده اللازانيا بتاعتنا جاهزة بالشكل زي ما قلت لكم انتوا اللي انتوا تحبوه لو حابين تحطوا طبقات كتيرة قوي حطوها وناخد ولو حابين تدخلوا طبقة جبنة تدخلوها معاها برضو بتبقى حلوة جدا بيبقى طعمها جميل بصراحة ونحط التشيز بتاعتنا نفرقها بالشكل ده تبقى عندنا اللازانيا جاهزة يعني ما فيش حاجة غير اننا ندخلها نص ساعة الفرن ونخرجها. طبعا انا هنا عاملة واحدة تانية خلينا ندخل دي ونخرج دي لانها جاهزة اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. بسم الله ايه بسم الله. طيب بتبقى بالشكل ده اللازانيا بتاعتنا بتبقى على الشكل ده بنقدمها بالشكل ده بيبقى طعمها حلو جدا ومش هتلاقوا التست بتاعها مش هتلاقوه كتير يعني طعمها غريب جدا مع البهارات اللي فيها طعمها قوي جبار بصراحة. وهنروح دلوقتي الفخاد ديال الدجاج او الدبابيس بتاعت الفراخ هنحتاج فيها طبعا هناخد دبابيس بس دبابيس فراخ تبقى بالجلد بتاعها مش هنشيل الجلد هنحتاج معاها بصل متقطع شرايح صغيرة بالشكل ده ثوم مهروس جنزبيل فريش بنقطعه بالشكل ده أو بنبشره ناعم وكمون زعفران لو حبيتوا لو ما حبيتوش بلاش هي قرصة زعفران بسيطة وبنحتاج معاها كزبرة وبقدونس مفرومين والدقيق والبقسماط ده هنحمر بيهم الدبابيس بتاعتنا لما نخلص وطبعا الصوص بتاعنا هنحتاج فيه صوص الباربيكيو وزيت الزيتون زيتون اخضر متقطع شرايح. طيب هناخد اول حاجه الزيت العاديه زيت نباتي برضو مش زيت زيتون
هنحط فيه البصل بتاعنا. ناخد البصل وننزل، هناخد البصل وننزله، مش هياخد مننا كتير، هنشوحه بس تشويحة بسيطة. عايز اقول لكم الفراخ دي، واحنا عارفين ان صوص الباربيكيو هو اساسا مكسيكي مش مغربي، فاحنا بنزود عليه على اكلات مغربيه او اكلات مش مغربيه بنزود عليها لمسه مغربيه بمعنى اصح. طيب هناخد الحاجه بتاعتنا، كزبره والبقدونس، الجنزبيل زي ما قلت لكم جنزبيل فريش، ما نستبدلوش بالمطحون لانه الفريش بيديها نكهه خاصه بصراحه. والزعفران شعره لو انتوا مش حابينه ما تضيفوهوش، مش اساسي في الـ في الـ في الوجبه دي او في الوصفه دي. فهنعمل، هنحتاج كمون والملح والفلفل عادي. طيب احنا شوحنا ده، هنحط معاه الثوم، هنعمل الثوم بتاعنا وننزل الكزبره والبقدونس مع الثوم. البقدونس يعني هنزل الحاجات دي وهنشوحهم شويه مع بعض، وبعد كده هاخد معاهم جنزبيل فريش بس هنزله عشان يلحق يديني الطعم اللي انا عايزاه. طيب هنقلبهم مع بعض، زي ما انتم شايفين هم مش محتاجين زيت كتير قوي، وما تحطوش فيهم زيت، يعني ما تزودوش لما تلاقوهم ناشفين كده ما تزودوش عليهم، لان احنا كاننا بنشوحهم او بنشوي البصل مش بنقليه. طيب هاخد انا الدبابيس بتاعتي او الفخيدات ديال الدجاج ديالنا. ممكن نعمل الاكله دي بالدبابيس اللي هي بتاعه الديك الرومي اللي بتبقى كبيره، ممكن نعملها كاكله واحده او اثنين تبقى حلوه جدا. الفراخ قبل ما نعمل فيها اي حاجه بنبقى غسلينها كويس جدا بخل وملح، ده اساسي. طيب حطينا البصل، حطينا الثوم، حطينا الجنزبيل، حطينا الكزبره والبقدونس يتشوحوا مع بعض، وحطينا عليهم الدبابيس بتاعتنا، بنقلبهم تقليبه بسيطه ونبتدي نحط في التوابل بتاعتنا على طول. هاخد الملح يعني حاجه نقدر نقدمها مع اللازانيا تبقى حلوه وخفيفه، وناخد الكمون. توابلها مش كتير بس التيست بتاعها حلو قوي. زي ما قلت لكم بصوا الزعفران انا اول مره استخدم زعفران قليل، فهاخد منه حاجه بسيطه قوي يعني يديني النكهة الخفيفة بتاعته، مش عايزة أكتر من كده. وهنقلبهم مع بعض، يعني أنا عايزاهم بس يلفوا لفة كده بسيطة على النار، وهحط عليهم شوية مية وهسيبهم يستووا. هياخدوا مني 30 دقيقة ل40 دقيقة عشان يستووا كويس. أهم حاجة عايزاهم يستووا حلو قوي عشان ما ينزلوش، يعني مش عايزة الفراخ تنزل مية، إن إحنا لسه هنحمرها فعايزاها تبقى ناشفة قوي، ما يبقاش لما نيجي نفتحها نلاقيها مش مستوية من جوه. طيب إحنا قلبناهم زي ما أنتوا شايفين، هنحط عليهم شوية مية لانه الميه دي كمان هي اللي هنعمل بيها الصوص بتاعنا. بنحط الميه بتاعتنا ونغطيهم لمده 30 ل40 دقيقه زي ما انا قلت لكم بيستووا معانا. خليني اشوف اغطيهم. هنسيب الفراخ بتاعتنا تستوي ونروح نسخن الزيت. طبعا الفراخ زمانها زي ما قلنا بتاخد لها 20 ل30 دقيقة. هنحضر زيت التحمير بتاعنا،
طيب الفراخ بتاعتي بتبقى بالشكل ده لما بتستوي. هناخد بقى عشان نعمل الصوص. طيب هحضر انا الطبق، هنحط عليه ورق عشان هنشف، عشان انشف الفراخ بتاعتي. طيب خدنا دول، خلي لي دول كده. كده الفراخ بتاعتي انا جاهزه، هشيلها طبعا. خليني اعمل كده، نجيب طبق تاني، هنشيل الفراخ من على الصوص. زي ما انتم شايفين الفراخ بتبقى مستويه معاكم خالص. والصوص بتاعها بيبقى بالشكل ده. يعني الصوص احنا لا بنتقله ولا بنعمل فيه اي حاجه، احنا بنسيبه مع السوا بيبقى بالشكل ده. بنستنى الفراخ تهدى حاجه بسيطه مش كتير. خليني اسيب البصل هنا، تهدى مش كتير، يعني مش عايزاها تبرد مني. وهرجع ارميها في الزيت. عايزه اقول لكم بصوا شكله بيبقى حلو قوي. طيب هاخد انا الفراخ احطها في الدقيق، وال هخلي ده هنا عشان هحتاجه، وهعمل الصوص هوطي عليه النار وهخليه هنا. طيب احنا عايزين نشوف الزيت بتاعنا سخن ولا لا، بس قبليها هحضر انا الفراخ بتاعتي. هنحضر الفراخ في هنعملها، مش هنعمل فيها بيض خالص. كل اللي احنا هنعمله هنعمل دقيق وبقسماط. خليني اشيل الخواتم عشان اعرف اشتغل بيها. طعمها بيبقى هايل بصراحة. ممكن تقدموها مع اي نوع مكرونة، اي نوع باستا عايزين تقدموا معاها الفراخ دي قدموها معاها، لان بيبقى طعمها فظيع بصراحة، جبار. طيب انا عقبال ما ده يسخن مني الزيت هاخد الفراخ بتاعتي هحطها في الدقيق الاول بالشكل ده من غير بيض. انا قلت لكم الصوص هيخليها تمسك، اوريدي حاطين الصوص بتاعها شايلينها من على الصوص. وهعمل كده، مش عايزاها فيها البقسماط كتير، انا بس بعديه عليها بسيط جدا. بالشكل ده بنعديها، بنحطها على الدقيق، وبعد كده في الدقيق ما بندوش عليها، بس في البقسماط بندوس عليها، لاني انا مش عايزاها تدي كفر زي البانيه او زي الحاجات البانيه، بس انا عايزاها تاخد تحميره بس مع البقسماط، يديها طعم ويخلي التوابل بتاعتها فيها نحس بيها وتبقى كريسبي في نفس الوقت. هناخد الفراخ بتاعتي، ونبتدي نحمرها. مش هتاخد مني وقت خالص. انا عايزه طبعا الزيت يبقى سخن قوي، وهنا لسه ما سخنش معايا قوي. اهم حاجه لما نحط الفراخ ما نقلبهاش خالص، مش هنقلب الفراخ بتاعتنا غير لما نحس انها خدت لون من تحت. طيب احنا المفروض الدبابيس بتاعتنا، خليني اقلب البوتاجاز العندي على العندي عشان العندي كبيره. و قبل ما هي تتحمر خلينا نقلبها الاول، ان هي ابتدت قبل ما هي تتحمر لها تحميره بسيطه. انا مش عايزاها حمراء، بس انا عايزاها تاخد زي ما قلنا الكفر بتاع الدقيق والبقسماط عشان توابلها تفضل فيها. نروح للصوص بتاعنا، صوص الباربيكيو. احنا كده عملنا الفراخ، احنا شفنا احنا عملنا الفراخ ازاي. بنسيبها كده نحط عليها، خليني اشيل دول، ونحط عليها الزيتون بتاعنا.
ايوه كده. هاخد الزيتون في الصوص هنحطه. هنحط الزيتون في الصوص بتاعها ونحط اول ما يغلي معانا هنسيبه كده. هتلاقيه بيغلي مفيش يعني ثواني وهنلاقيه بيغلي، هنحط عليه صوص الباربيكيو كده. نحط صوص الباربيكيو بتاعنا. ونخلطهم كويس جدا. طيب احنا هنحركهم كويس وهنسيبهم يغلوا غلوه بسيطه قوي، مش هياخدوا مننا وقت، وهتبقى الدبابيس بتاعتنا او الفخدات ديال الدجاج غيكونوا واجدين. وهنروح للتشيكن بتاعتنا، نشوف اخبارها ايه. طيب يعني انا دي كده عندي تمام، خليني اشيل ده. هننزلهم الاول عشان يبقوا الزيت بتاعهم يتشال، وبعد كده خليني اجيب الطبق عندي عشان ما بوظش الدنيا كتير. بيبقوا بالشكل ده، يعني انا مش عايزه لونهم يبقى احمر قوي، عايزه لونهم يبقى فاتح بس في نفس الوقت واخد شويه كريسبي من ال. خليني احط دول قبل ما الصوص يجهز، يكونوا دول كمان جهزوا معانا. عايزه اقول لكم في ناس بتحب تضيف على على التشيكن ده او على الصوص ده الحامض مصير اللي هو الليمون، برضو بيدي نكهه قوي، اللي هو الليمون المعصفر بيبقى بيديهم نكهه حلوه قوي. وهنخلط الصوص. قبل ما تتعمل الفراخ دي كده، قبل ما الفراخ دي هنقلبها تقليبه زي ما انتم شايفين. الزيت لما بيسخن بيبقى سخن قوي، ما بياخدوش معانا وقت، وهنقدمهم في الطبق بتاعنا. طيب انا الصوص بتاعي كده طبعا جاهز، والتشيكن برضو جاهزه عندي، او الدجاج الفخده ديال الدجاج هما واجدين عندي. هنزلهم بس اعملهم بس اغلهم، يعني هم سخنين كده بنحطهم في الطبق بتاعنا. يعني هحطهم في الطبق بتاعي اللي انا هقدم فيه وهم سخنين. طيب خليني اطفي دي. اوكي كده الصوص بتاعي زي ما انتم شايفين جاهز. عايزه اشيل دي وهاخد معلقه عشان انزل بيها الصوص. بس قبل ما انزل الصوص خليني المعلقه دي هنا، هناخد التشيكن بتاعنا ونرصه في الطبق. بالشكل ده وهنحط معاه الصوص اللي احنا عملناه بالباربيكيو، ومع طبعا الصوص اللي احنا عملناه فيه الفراخ. طيب هناخد الصوص بالشكل ده بسيط، مش هنزل على التشيكن قوي لانه اللي عايز يزود في الطبق بتاعه يشيل يزود الصوص يحط، هو حر. بعد ما بنخلص عايز اقول لكم ريحته حلوه قوي وطعمه بيبقى احلى بكتير. خليني احط هنا بس،
بنحط الصوص عشان اللي عايز يزود يزود. بناخد بول بالشكل ده وهفرقه كده وهحط عليها الصوص بتاعي، صوص اللي انا عاملاه، عشان اللي عايز يزود الصوص يزوده براحته. نحطه بالطريقة دي وناخد شوية كزبرة ونزين بيها. عايزة أقول لكم الطبق ده بيبقى حلو قوي وبيبقى طعمه حلو قوي. وناخد شوية هنا كده في النص. وبكده هكون خلصت لكم حلقة النهاردة. عملنا اللازانيا بالطريقة المغربية أو بلمسة مغربية، وعملنا كمان الفخدات ديال الدجاج اللي هما دبابيس الفراخ بصوص الباربيكيو والزيتون. يا رب ينال إعجابكم، ونتسنى آرائكم في حلقة جديدة إن شاء الله بالصحة والراحة.